بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الواسع الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفهمنا وأن يعلمنا وأن يفتح علينا فتوح العارفين، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وهو سبحانه وتعالى حسبنا ونعم الوكيل. قال الإمام الشهاب الربلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا بعلومه في الدارين أمين في كتابه المسمى بغاية المأمول شرح ورقات الأصول في قراءتنا السادسة لهذا الكتاب بالرواق الجاوي المبارك: ولا تعارض بين روايتي البسملة والحمدلة، لأن الابتداء حقيقي وإضافي، فالحقيقي حصل بالبسملة والإضافي بالحمدلة، أو لأن الابتداء أمر عرفي يعتبر ممتدا فيسع الأمرين أو أكثر، أو لأن المقصود الابتداء بذكر الله على أي وجه كان بدليل رواية أحمد السابقة. وعلى هذا فلا تعارض أيضا بينهما وبين حديث كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجزمة. نحن نتعامل مع نصوص، وهذه النصوص قد يقع بينها في فهم المجتهد تعارض، فهذه النصوص أولها: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبطل، وكل أمر لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أبطل، وكل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذمة. قولنا نص آخر: كل أمر لا يفتتح بذكر الله فهو أبطل أو أقطع. فهذه ثلاث روايات: الأولى كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله، نفهم منها أنه لا بد من البداءة ببسم الله في كل أمر يهتم به شرع. الثانية كل أمر لا يبدأ فيه بالحمد لله، يفهم منها كذلك أنه لا بد من البداءة بالحمد لله في كل أمر ذي بال. كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله، كذلك نفهم منها أنه لا بد من البداءة بذكر الله. ولا شك أنك إذا ابتدأت بالبسملة لست في هذه الحالة مبتدئا بالحمدلة، ولست مبتدئا بذكر الله ظاهرا، وإذا ابتدأت بالحمدلة فلست مبتدئا لا بالبسملة ولا بذكر الله حيثما أريد به غير الحمدلة. وإذا ابتدأت بذكر الله، ما المراد بذكر الله؟ قال: كل ما فيه ذكر لله. على هذا يكون المراد أن الذكر أعم والبسملة والحمدلة أخص، فيكون ما بين هذه الروايات تعارض، اللي هما إيه؟ اللي هما البسملة والحمدلة وذكر الله. طب ماذا نصنع أو كيف يتعامل الفقيه مع النصوص التي ظاهرها التعارض؟ يتعامل معها بطريقة الجمع إذا أمكنه ذلك، فإن لم يمكنه الجمع كما سيأتي الكلام على ذلك في محله فإنه يتوجب عليه حينئذ أن يرجح الذي تظهر فيه أمارات الترجيح. لكن هنا ممكن الجمع، ولذلك ذهب الإمام هنا إلى الجمع ناقلا ذلك عن غيره: كل أمر لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبطل، أو كل أمر لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أبطل، أو كل أمر لا يبدأ فيه بذكر الله فهو أبطل. قال: ولا تعارض بين روايتين البسملة والحمدلة، لا تعارض. إحنا قلنا لو نظرنا نظرة سطحية لهذه النصوص فإن النظرة السطحية تؤدي إلى التعارض، لكننا إذا نظرنا نظرا عميقا وبحثا طويلا وجدنا أنه لا تعارض بينها. قال: ولا تعارض بين روايتي البسملة والحمدلة، لأنه قد توصل إلى فك التعارض الواقع بينها.
البسملة نحت خطي لي بسم الله، والحمدلة نحت خطي لي الحمد لله. طيب أين الجهة التي فك من أجلها التعارض؟ قال لأن الابتداء على نوعين، ابتداء حقيقي وابتداء إضافي. إيش هو الابتداء الحقيقي والابتداء الإضافي؟ قال الابتداء الحقيقي هو الذي لا يتقدمه شيء، وعلى هذا فالله سبحانه وتعالى هو الحقيقة الواحدة في هذا الكون، لأنه هو الذي لم يتقدم شيء. طيب الحقيقي الذي لا يتقدم شيء، ولذلك كانت البسملة في كتاب الله باعتبارها أول آيات القرآن في المصحف مبدوء بها بداية حقيقية، لأنه لم يتقدمها شيء من آيات القرآن. فالبداية الحقيقية هي التي لا يتقدمها شيء، ولذلك في كتاب غاية المأمون بداية حقيقية فين؟ هل كده يقول لك بسم الله الرحمن الرحيم؟ هل قبل بسم الله الرحمن الرحيم شيء في الكتاب غاية المأمون؟ أما اللي قبل كده كلها أشياء متعلقة بغير غاية المأمون، ده بالتحقيق. لكن كتاب غاية المأمون عندما نأتي بالمخطوط نجد أول كلمة موجودة في الكتاب بسم الله، هل تقدمها شيء؟ لا. وعلى ذلك يكون البداء بسم الله بداية حقيقية، لأنه لا يتقدمها شيء، لم يتقدمها شيء غير البسملة. فالبداية الحقيقية هي التي لم يتقدمها شيء. عندي بداية اسمها بداية إضافية، بالنظر لما بعدها مبدوء به، بالنظر بالإضافة، بالنظر يعني إيه؟ يعني بالإضافة لما بعدها. إذا نظرنا إلى الحمد لله والرحمن الرحيم وجدنا إن الحمد لله مع الرحمن الرحيم مبتدأ بها، ولكن بداية إضافية، يعني بالإضافة لما بعدها، بالنظر لما وراءها، ولكنه قد تقدمها شيء وهو بسم الله الرحمن الرحيم. فالبداية الإضافية تتقدم على غيرها مع تقدم غيرها عليها. ثاني، البداية الإضافية تتقدم على غيرها وغيرها يتقدم عليها، والبداية الحقيقية لا يتقدمها شيء. طيب فهمنا؟ فهمنا، ده مدخل. قال فالحقيقي يعني فالابتداء الحقيقي على حذف هذه الكلمة، فالابتداء الحقيقي يبقى دي ايه؟ صفة لموصوف محذوف. فالابتداء الحقيقي حصل بالبسملة، لأن الكتاب أوله ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، لم يتقدم شيء. تقول ورقات، ما هو ده الورقات؟ أول جملة كتبها إمام الحرمين بسم الله الرحمن الرحيم في الورقات، ولم يتقدمها شيء، ولذلك البداية بالبسملة هنا بداية حقيقية. والإضافي بالحمدلة، يعني ذكر أولا البسملة ثم أعقبها بالحمدلة، فيقول قد تحقق بالنص النبوي، كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله وقد بدأ ببسم الله، وكل أمر لا يبدأ فيه بالحمد لله وقد بدأ بالحمد لله. لكن البداية ببسم الله بداية حقيقية، والبداية بالحمد لله بداية إضافية. والحديث أعم من البداية الحقيقية والبداية الإضافية، لأنه قال كل أمر ذي بال لا يبدأ، والبداية كما تصدق على الحقيقية تصدق على الإضافية، وقد تحقق بهذا وذاك. فالحقيقي يعني فالابتداء الحقيقي حصل بالبسملة، والإضافي بالحمدلة، والابتداء الحقيقي الإضافي قد حصل
بالحمدلة. هذا اتجاه وانتهينا منه. هناك حل آخر، قال الاهتداء ده أمر واسع. يعني إيه؟ قال الاهتداء العرفي هو عبارة عن المقدمة ما لم تأخذ في المقصود. المقصود هو إيه؟ الكتاب. طب والمقدمة اللي للكتاب؟ كل ديت انت لسه ما دخلتش على المقصود، فيبقى كل ما ذكر فيها مبتدأ به بالنسبة الى المقصود. زي بالظبط ايه؟ زي الطريق، واحنا جايين من دار الافتاء الى هنا. الطريق ده عبارة عن موصل الى الرواق. ففي الطريق مرت بنا اشياء لكنها كلها داخلة في المقدمة، سواء وقعت في الأول أو في الآخر أو في الوسط. يبقى كل ما وقع في المقدمة فهو مبدوء به، لأن المقدمة موضوعة للبداية، والبداية كل ما ذكر قبل أن تشرع في المقصود. فإذا شرعت في المقصود لم يكن ما أتيت به أولا. نرجع تاني بقى للكلام، عشان الكلام ده كان محتاج المقدمة دي. أو لأن الابتداء أمر عرفي، يعني أمر متعارف عليه بين الكتاب وبين المؤلفين والمصنفين. الابتداء أمر عرفي، يعني أمر متعارف عليه، أوله المقدمة وآخره قبل الشروع في المقصود. شكرا لك، أو شكرا لك. يبقى المقدمة دي إيه؟ دي البداية، بداية الكتاب. ذكرت البسملة في أولها فقد وقعت في البداية، في وسطها وقعت في البداية، في آخر المقدمة قبل الشروع في المقصود وقعت في البداية. لماذا؟ قالوا لأن الابتداء أمر عرفي يسع أمرين أو ثلاث أو أربع. لأنك ما لم تشرع في المقصود يبقى أنت لسه في البداية. أديكم مثال ليه. عندنا في مصر كلية الهندسة، كلية الهندسة خمسة أعوام. أول سنة بيسموها ابتدائي لأنها مقدمة للأربع سنوات بعدها. هذه السنة مكونة من ثمانية أشهر، ممكن يقع فيها أي حاجة، بس لسه في ابتدائي. فأول السنة يبقى ابتدائي، نص السنة ابتدائي، آخر السنة ابتدائي. يبقى هي إيه؟ أمر ممتد يسع أمرين أو ثلاث أو أربع. عندكم برضه كلية الهندسة كده فيها ابتدائي وفيها أربع سنوات بعد، بيسموها كده ابتدائي هندسة. قال لأن الابتداء أمر عرفي، يعني أمر منسوب إلى العرف، تعرف عليه يعني المصنفون، يعتبر ممتدا فيسع أمرين أو أكثر. فالكتب المصنفة مبدأها الخطبة بتمامها. يبقى الخطبة بتمامها هي البداية ما لم تشرع في المقصود، فإذا شرعت في المقصود انتهت البداية. وكل ما وقع في البداية فهو بداية. كل ما وقع في سنة أولى ابتدائي يبقى هو في ابتدائي لسه. سنة أولى، ثانية، ثالثة، رابعة، خمسة، معنا عندنا ابتدائي وإعدادي وثانوي وجامعة وماجستير ودكتوراه وأستاذية، وكلها ممكن إن أنت تاخدها وتبقى علامة بعديها. علامة وبتطلع اللي تخلي بتكون الإنسان عشان يبقى مثل الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولذلك اتحلت الأزمات. فابتدائي أمر ممتد يشمل عدة سنوات، يبقى البداية
في الكتب المصنفة مبدأها الخطبة بتمامها ما لم تشرع في المقصود. وقعت بقى البسملة في أولها، في آخرها، في وسطها، يبقى وقعت في البداية. وقعت الحمدلة في أولها، في وسطها، وقعت في البداية. وقع ذكر الله في أوله، في آخره، وقع في البداية. ولا شك كذلك أن هذا حصل. أو لأن المقصود، يبقى رقم كم في الحلول؟ ثلاثة. عايزين الناس تشتغل معانا. يبقى هذا هو الحل الثاني. أول واحد تقسيم الابتداء إلى إضافي وإلى حقيقي، الثاني إلى عرفي، الثالث قال له والله احنا هنعمل حاجة ظريفة، وهي ايه؟ انا عندي ثلاث روايات، خليك معاك. والكلام ده ذكره الجاوي في شرحه على النفحات، وكان هو تقريبا من جزيرة سومطرة، صح كده؟ سومطرة عندكم يعني جنبيكم. قال والله احنا عندنا ثلاث روايات، كل امر النبال لا يبدا فيه بسم الله، الحمد لله، الروايه الثالثه بذكر الله، الحمد لله مع البسمله قد تعارضتا. وما دام تعارضا يبقى احنا مش هنعمل بالمتعارض، وهنسيبنا من هنا وهنسيبنا من هنا، ما لا ناخد ايه؟ هناخد الامر الديبالي اللي يبدأ فيه بذكر الله. يبقى دي المعتمدة. طب وما دام ذكر الله، ذكر الله يصدق بالبسملة والحمدلة و أي شيء آخر بالتشهد. وكأنه أراد أن يقول أننا نريد أن نحمل المقيد على المطلق. مش المطلق على المقيد، لا العكس. إذا كان كل واحد مقيد بقيدين مختلفين متعارضين، فإننا في هذه الحالة نترك المقيد ونعمل بالمطلق. نقولها تاني، قال والله إحنا هنرد المقيد للمطلق. يعني ايه يا مولاي؟ يعني ماذا تريد من رد المقيد للمطلق؟ قال ان احنا هنلغي القيد. يعني ايه؟ يعني هاخد الحمدلة واخد البسملة واردها الى المطلق وهو ذكر الله، واقول ده المراد البداية بذكر الله هي المعمول به. وحينئذ فاذا بدأنا بالحمدلة فقد بدأنا بذكر الله، بدأنا بالبسملة بدأنا بذكر الله. يبقى اسم رد ايه؟ رد المقيد الى المطلق، بمعنى الغاء القيد. وده كان بيقول عليه الشارح الجاوي ضعيف، لان المعروف عند اهل الاصول ان ترد المطلق إلى المقيد، لا المقيد إلى المطلق. يعني عندي رقبة، فتحرير الرقبة، هو هناك تحرير رقبة المؤمنة. أنا بعمل إيه؟ بقول مؤمنة دي ترد مطلقة، اللي هي تحرير الرقبة ترد إلى مؤمنة، بمعنى إن هذا الإطلاق يقيد بقيد المقيد، فيكون المراد من الإطلاق رقبة مؤمن. مش أقول لا، جرد القيد ورجع المقيد ده إلى المطلق وهو تحرير الرقبة بس كده، غلط. أنت مش موجود، لكن هنا عمل كده، عمل إيه؟ رد المقيد إلى المطلق، مع أن العكس هو المعمول به. طيب ما انت كده، لا ما هو بيقول بقى انا كده وجدت القيدين متعارضين، فهرد عند تعارض القيدين، قيد الحمدلة وقيد البسملة، هرجع
ده الحديث ده وده لذكر الله اللي هو المطلق. يبقى برجع المقيد للمطلق. لكن احنا عندنا احنا بنرجع ايه؟ بنرجع المطلق للمقيد. فواحد يقول لك طب دي مبنية على ايه؟ او لان المقصود الابتداء بذكر الله على اي وجه كان. هو حلها كده الجاوي. قال لك ان احنا هنرد المقيد للمطلق. ايه هو المقيد؟ كل امر ذي بال لا يبدا فيه بي باسم الله. كل امر لا يبدا فيه بي الحمد لله. الاثنين متعارضين. لان هذا يعين البداء بالبسمله وهذا يعين البداءة بالحمد لله. هتعمل ايه يا مولانا؟ قال انا هاخد ده وهو المقيد وهاخد ده وهو المقيد وهردهم فوق للمطلق اللي هو ذكر الله. ويكون المعمول به في كل الأحوال هو المطلق. وأما المقيد فقد رد إلى المطلق فلا يكون معمولا به على حال القيدية ويكون معمول به على حال الإطلاق. قلت لك هتعمل إيه؟ هتقول إن المقيد خدنا القيد بتاعه وشلناه وردناه للمطلق. وخدنا أخذنا هذا المقيد وحذفنا قيده وردناه للمطلق. يبقى رجعنا المقيد إلى يا مولانا إلى المطلق. وجعلنا المطلق هو الحكم وهو المعمول به على عكس القاعدة. فالقاعدة تقول يرد المطلق إلى المقيد لا المقيد إلى المطلق. قال ولأن المقصود الابتداء بذكر الله. قال لي أي المقصود؟ هشرح لك بقى بطريقة كده سهلة وبسيطة بلاش الأكاديمية أو بتاعت الأصول دي. قال هو المقصود من البسملة والمقصود من الحمدلة هو أن تبتدأ بذكر الله على أي وجه كان، سواء كان الابتداء بذكر الله بالبسملة أو بالحمدلة أو بأي بالتشهد. بدليل رواية أحمد السابقة. وأحمد ديت ممنوع من الصلب يا أولاد بسبب إيه؟ العلمية ووزن الفعل. وزن الفعل المختص لأن أحمد ممكن تبقى اسم فاعل بتاع ديت فعل مضارع. أحمد أحمد الله سبحانه وتعالى على كذا وكذا. وعلى هذا هذا اللي هو ايه؟ على ابن المراد. الابتداء على اي وضع كان باي صيغه كانت فلا تعارض ايضا بينهما وبين حديث الترمذي. لو كان المقصود هو ان تبتدئ بذكر الله اي ذكر من اذكار الله فلا تعارض ايضا بين هذين الحديثين وهو كل امر ذي بال لا يبدا فيه بذكر الله بسم الله وبالحمد لله لا تعرض بين هذين الحديثين وبين كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجثماء. اليد الجثماء يعني التي أصيبت بالجذام. والجذام بعيلة تصيب اليد لتسقط منها الأطراف عافاكم الله سبحانه وتعالى منها. قال والقدر الذي يجمع الأمور الثلاثة ذكر الله. لأنه يصدق على البسملة ويصدق على الحمدلة ويصدق كذلك على التشهد أنه ذكر الله. ولذلك رواية ذكر الله دي رواية جميلة جدا تشمل كله بلا إشكال. وقد حصله المصنف بالبسملة. حصل المصنف ذكر الله المرادة بالبسملة. ليه؟ لأن الحمدلة مردودة إلى ذكر الله ولأن البسملة مردودة إلى ذكر الله. يعني إيه؟ يعني ألغينا القيد وعملنا بالمطلق وهو ذكر الله. أو لعله
حمد وتشهد لفظا، هو كتب بسم الله صح؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طب وانت ما قلتش ليه الحمد والتشهد؟ قال ما هو حتى يخرج من الامر لا يشترط ان يكون مكتوبا، بل يكفي ان يكون احدهم مكتوب والاخر ملفوظ. فممكن يكون امام الحرمين وهو مطلع على هذه الامور التي يطلع عليها صغار الطلاب، خرج من العهدة بأن كتب بسم الله وتشهد وحمد بلسانه، فحصل القدر المطلوب من حيث الشرف. هو هيخفى عليه مثل هذا؟ ده بيقولوا عليه إمام الحرمين، ده صاحب نهاية المطلب، ده صاحب الغياثي، ده صاحب البرهان، ده صاحب التلخيص، ده صاحب الورقات، ده صاحب الكتب الكلامية التي صارت بها الركبان. هيخفى عليه بسملة؟ لا لا لا، يخفى عليك انت اه، لكن يخفى على هؤلاء الجهابزة بعيد بعيد جدا جدا جدا. ولعله لعله حمد وتشهد لفظا اي باللفظ، وان لم يثبتها كتابة، حتى ولو لم يثبتها كتابة فيخرج من عهدة التكليف والامر النبوي باللسان. وكتابتها نعرفها ايه؟ منصوب على نزع الخف كتابتها، وممكن تبقى حال وان لم يثبتها حال كونها كتابتها، بس هي منصوب على نزع الخف كويس قوي. او تمييز، وين النسبة؟ نسبة الكتابة، نسبة الإثبات في الكتابة يعني. ما سؤالك؟ هل يمكن يعني استعادة في البداية؟ ليه؟ استعادة. ما عندناش حاجة بتقول ابدأ بالاستعادة. ده الاستعادة ديت في القرآن، فإذا قرأت القرآن فاستعد. والإجماع قام على أن الاستعادة إنما تكون قبل القراءة. مع ان النص بيقول لك ايه؟ فاذا قرات، يعني لما تقرا خلاص وخلصت يبقى استعد. لكن الاجماع نفى هذا الفهم. فاذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا، يعني صلي وبعد ما تصلي وخلاص قمت يبقى اتوضا. خلاص كده؟ ده مصيبه. ولذلك الاجماع هو ده احد عماد الدين. كان مشايخنا بيسموه الاجماع يحمي الدين من المغفلين. يجي واحد يقول لك لا، ما تيجي نقرا النصوص من جديد. ازاي تقرا النصوص من جديد؟ هنهدر عمل الامه باكملها عشان حضرتك تقرا النص من جديد، وحضرتك يعني كانك عايز تغازل العلمانيين. ده لاحد الازاهره يريد ان يقرا الدين من جديد. طب يلا بقى نشيل الاجماع ومالناش دعوه بيه. لما تيجي حضرتك بعد ما تقرا القران قول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولما تقوم للصلاه صلي يبقى اتوضا. حد فهم الفهم الاعور ده؟ حدش فهم الفهم الغريب العجيب ده؟ بل تركوا هذه الظواهر من اجل الاجماع وعمل الامه وفعل سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، هو المفسر لكتاب الله. ولذلك اخواننا ماده اصول الفقه ماده مهمه جدا جدا جدا، لانها تحمي الدين من تلاعب المغفلين الذين اضلهم الشيطان على علم. طيب انتهينا من هذا. قال والحمد اي الحمد اللفظي. الحمد يقصد به الحمد لغه، يعني يتكلم على الحمد في اللغة. أي اللفظي؟ الحمد اللفظي يقصد به الحمد الحادث، لأنه سؤال؟ حاضر. أنا أجبت عن سؤالك؟ ولا أنت أنا أجبت عن حاجة تانية خالص؟ أنت قلت إيه؟ هل عندي استعادة من باب البداية؟ ده ما هو مفيش الاستعاذة، ما عنديش أمر يعني من الكتاب او من السنه بان نبدا بها، ولذلك ما بداناش بها. ما
ولو ما بدأش بها ما فيش مشكلة. يقول لك ما معنى قول المصنف أو لأن الابتداء أمر عرفي يعتبر ممتدا فيسع أمرين وأكثر. طيب نقولها تاني. أمر عرفي يعني إيه؟ يعني أمر متعارف عليه بين المصنفين إن الخطبة هي أول الكتاب بكمالها وتمامها، فأصبحت الخطبة دي مشتملة على أشياء كثيرة. ممكن إن أنت تبدأ فيها بالبسملة وتذكر فيها الحمدلة وتذكر فيها التشهد، وإذا فعلت هذا وأتيت بهذا النسق تكون قد بدأت بالبسملة والحمدلة والتشهد وذكر الله، لأن كل ما وقع في الخطبة قبل الشروع بالمقصود يعتبر في البداية. هو ده معنى الكلام. خذ يا أخي بارك الله فيك وأكلك لحم ديك. طيب لسه معنا وقتنا. قال والحمد أي الحمد في اللغة أي اللفظي، لأنه سيتكلم على الحمد الحادث وهو حمد المخلوق، أما الحمد القديم وهو حمد الله لنفسه فلا علاقة لنا به وليس هذا محل الكلام فيه، لأن احنا هنتكلم على إيه؟ هنتكلم على الحمد اللفظي والذي يقابله الحمد العرفي. قال الثناء، الثناء يعني الذكر باللسان على الشيء بخيره، يعني الثناء معناه ايه؟ معناه ذكر اللسان بخير. وقيل الثناء معناه الذكر باللسان سواء كان بخير او بشر. ده كلام العز بن عبد السلام. قال الثناء، الثناء اللي هو ايه؟ الذكر باللسان بخير عند الجمهور، والذكر باللسان مطلقا سواء بخير او بشر لدى العز بن عبد السلام اللي هو سلطان العلماء، له كتاب اسمه غاية الاختصار طبع في 8 مجلدات منذ عدة أيام، اختصر في نهاية المطلب لإمام الحرمين، مطبوع يا مولانا في 8 مجلدات في قطر، وإن شاء الله ربنا يسهل، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بنسخة منه. طيب استدل العز بن عبد السلام بحديث ورد عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد مر بجنازة فقال يعني أثنيتم عليها خيرا بجنازة مسلم، ومر بجنازة يهودي شومن بريز لعنه الله، فسأل أثنيتم عليها شرا؟ يبقى ما فيش حد يقول والله رحم الله شومن بريز، تقولش كده اوعى تبقى وحش. طيب يبقى استعمل الثناء هو سيدنا رسول الله في الذكر بخير واستعمله في الذكر بشر، وهذا الاستعمال الاصل فيه الحقيقه، ده كلام العز بن عبد السلام ومناقشته مع فريق العلماء، قالوا لا هذا من قبيل المشاكله ان يذكر لفظ مع لفظ اخر على منواله وينسج على نسيجه، وإن عاقبتم فعاقبوا، ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، فسمى أخذ الحق اعتداء مع أنه ليس اعتداء وإنما هو انتصار للمظلوم وليس اعتداء، يعني مجاوزة حق ليس مجاوزة وإنما هو أخذ حق، فهذا يسمى مشاكلة، يذكر لفظ في مقابلة لفظ من أجل أنه وقع معه لكنه ليس مما يسمى بهذا، فسمى ذكر الجنازة بشر ف
ثناء لأنه قد وقع في مقابلة ذكر الجنازة بخير وإطلاق الثناء عليها. وليس هذا من قبيل وضع الأشياء في موضع الحقيقة، وإنما هو من قبيل التفنن ووضع الأشياء في موضع المجاز. مش هيقول بقى ماذا قلتم عنها، هنا ماذا أثنيتم عليها، وهنا ماذا أثنيتم عليها. لا، هو القضية كلها من أجل يعني أن يأتي الكلام متناسقا متناظما، فيطلق لفظ على معنى آخر ليس له من أجل هذا التناسق. ماذا أثنيتم عليها خيرا؟ هل أثنيتم عليها شرا؟ لكن ليس المراد الثناء هنا بمعناه الحقيقي، وإنما معناه المجازي. على كل حال، الثناء باللسان. إذ أنت قلت قبل ذلك إن الثناء هو الذكر بخير، والذكر يكون باللسان، فلماذا قلتم بعد ذلك باللسان؟ قال علماؤنا: القيد أتى لبيان الواقع وليس للاحتراز. القيود كما يقول شيخنا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، القيود تقع على حالين: قيد أتي به لبيان الواقع، وهذا هو الأصل، لبيان الحقيقة، وقيد أتي به للاحتراز. يعني إيه الاحتراز؟ يعني عشان يقول لك خد بالك، هو أتى بالكلمة دي حتى يخرج كذا وكذا وكذا، لكنه ما فيش حاجة دخلت علشان خاطر أو من أجل أن نأتي لها بكلمة اللسان. يعني ما نقولش مثلا هو الثناء، عارف لو قيل هو الثناء مطلقا كده من غير اللسان كنت قلت لك يأتي اللسان لإخراج الثناء بالقلب، لأن عندما قال هو الثناء يبقى دخل الثناء القلب ودخل الثناء اللسان، فلما أتى باللسان أخرج الثناء القلبي، وهو ليس مراد، ولكن ليس الأمر كذلك، لأن الثناء هو الذكر باللسان بخلق. طب ده ذكر اللسان مرة تاني، قال يبقى ده قيد لبيان الواقع، قيد لبيان الوصف الحقيقي، وليس للاحتراز كما ذكرت لكم. يعني عندنا مثلا الإنسان حيوان ناطق أعزكم الله، طب الناطق دي أخرجت مين؟ أخرجت الكلب وأخرجت القطة وأخرجت الهرة، يبقى احترزت عن شيء أوهم دخوله يعني غيره معه. عندما قال حيوان انصرف الذهن إلى كل ما فيه حياة بما فيهم الكلب والقطة، فلما قال ناطق أخرج ما عدا الإنسان. فهمنا؟ يبقى القيد يأتي على حالين: قيد لبيان الواقع وقيد للاحتراز، والأصل في القيود أن تأتي لبيان الواقع كما قال شيخنا حفظه الله. على الجميل، يبقى بيذكر ايه؟ ها؟ ده الممدوح عليه، لان ده المحمود عليه، هذا المحمود عليه، لان الحمد له خمسة اركان. دي كم ركن يا مولانا؟ خمسة اركان، شرحنا 100 مرة المقدمة دي بفضل الله. على الجميل، سواء كان جميلا عند الحامل أو جميلا عند المحمود أو جميلا عند غيرهما. يبقى على الجميل يعني في كل الأحوال هو مطلقا جميل، سواء عند الحامل أو المحمود أو غيرهما، لأنه ممكن يكون جميل عندك ومش جميل عندي. مثلا احنا عندنا الصلاة في سيدنا الحسين
من الأمور الجمالية. عند الوهاب يقول لك لا ده مش جميلة، دي بدعة، ده شرك، ده كذا وكذا وكذا، انتوا قبوريين منسوبين للقبر، يعني ان احنا بنعبد غير الله يعني. هم بيكفرونا ولما جينا سلخناهم عيطوا. وفي مره كده يعني كشرنا عن اليمنى، لكننا لم نفترس، ولو اردنا لافترسناهم بفضل الله. فهي الصلاة عندهم مش جميل، بس عندنا جميل. يبقى الجمالية دي مختلفة، ده تقريبا يعني على الجميل. الاختياري، قالوا الاختياري قد يكون اختياري حقيقة، وقد يكون اختياري حكما. الاختيار الحقيقي بألا يكون قهري واضطراري، يعني جميل يدخل تحت الإرادة. ما جيش أقول لك والله ده خيري، ده لونه جميل وطوله جيد وعوده كذا ووجهه مستدير، فما كل هذه الأشياء هي جميلة، ولكن ليست باختياري هو. لا دخل له في أن يكون شكله كذا ووصفه كذا ووضعه كذا. هذا القارئ صوته جميل، ده جميل إيه؟ ده جميل اضطراري، ده اضطراري لأنه ده قهري لا دخل له فيه. طب والاختيار حكما، قالوا الاختيار حكما اللي هو ليس في حقيقته اختياري، وإنما يؤول إلى الاختيار. فالحمد على صفات الله، صفات الله دي مش اختيارية لكن متعلقاتها اختيارية. حمدت الله على علمي، هو الحمد ده لا مش اختيار، ولكن باعتبار متعلقاته. الإرادة باعتبار المرادات اختيارية، لكن باعتبار ذاتها لا. طب يبقى لما نحمد ربنا بقى ونثني عليه بسبب أنه قادر وبسبب أنه عليم وبسبب أنه كذا وكذا، فيبقى دوت ثناء باللسان على هذه الصفة، ولكنها صفة لا أقول إنها اختيارية، بل لأنها لا يعني صفة أزلية أبدية قائمة بذات الله سبحانه وتعالى، لكنها جميلة، لكن جمالا نقول عليه اختياري إيه؟ اختياري حكما باعتبار المتعلقات لا باعتبار الذات. اما العلم بتاعك انت لا، العلم بتاعك انت ده يعني ايه؟ حادث. على قصدي، فهمنا ولا ما فهمناش؟ على قصد التعظيم، يعني مع، على بمعنى ايه؟ بمعنى مع، يعني اذا اثنيت بلسانك على جميل اختياري على قصد التعظيم، على قصد هو التعظيم، يبقى هنا التعظيم ولو ظاهرا. يعني التعظيم ولو ظاهرا، قالوا بألا يصدر من الجوارح ما يخالفه. ده الجميل الظاهر، التعظيم الظاهري، التعظيم ولو ظاهرا. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش ان انا اقول لك والله انك رجل كذا وكذا وكذا، وقبل أن تذهب أضربك على رأسك، يبقى ده مش تعظيم، ده تحقير واستهزاء. يبقى الجميل التعظيم ولو ظاهرا، يعني ولو في الظاهر. يعني إيه التعظيم الظاهري؟ قالوا التعظيم الظاهري الذي لا يصدر من الجوارح ما يخالفه. فما ينفعش إن أنا أعظمك
واجي قبل ما تمشي اتف على وشك اهانه واحتقارا. ده مش تعظيم؟ ده ما ينفعش اقول لك والله انك عالم ولكنك مشرك. بيقول لك على جهه التعظيم، قالوا التعظيم ولو ظاهرا بان لا يصدر من الحواس والجوارح ما يخالفه، كما لو قلت لزيد للآزر، علماء الآزر، أنتم علماء وأنتم مشركون، يبقى أنت كده إيه؟ أنت ما عظمتش ولا حاجة. البعيد مش فاهم مدلولات كلامه. طيب خش بقى اللي بعديها، بيقول لك إيه؟ قال سواء تعلق، إيش اللي تعلق؟ الثناء. سواء تعلق بالفضائل أم بالفواضل. حد يعرف يعلم سواء تعلق بالفضائل أم بالفواضل؟ كأنه أراد أن يقول تعلقه بالفضائل والفواضل سواء. سواء دي خبر، والمبتدأ هو المفهوم من الجملة، المقتنص من الجملة، المصدر المتصيد. تعلقه بالفضائل والفواضل سواء. الله! لا يعني شفت لو فاهم، ما انت برضك وانت بتقرأ لازم تشوف الإعراب رايح فين وجاي منين علشان خاطر تفهم المعنى. يبقى تعلقه اللي هو ايه؟ الثناء. يعني تعلق الثناء وهو الذكر باللسان بخير على طريقة الجمهور، تعلق الثناء بالفضائل أم بالفواضل سواء في تحقيق معنى الحمد. طب انت بتقول يعني فضائل وفواضل، يعني هو جملتين حلوين بصراحة، لكن ايش الفرق بين الفضائل والفواضل؟ لا ما نجيب لك حتة حلوة يعني. قال الفضائل هي النعم القاصرة، وهي التي لا يتوقف الاتصاف بها على تعدي أثارها للغير. لمن أراد أن يقتلس هذا المعنى، الفضائل هي النعم القاصرة التي لا يتوقف الاتصاف بها على تعدي أثرها للغير. يعني هي تثبت في ذاتها بغير أن يتعدى أثرها للغير. ألا تضرب لنا مثالا؟ سأضرب لكم مثالا. خليني واحد من العلم. العلم يثبت للعالم وإن لم يعلم أحدا. جيت حضرت كتاب غاية المأمول، استوعبته استيعابا جيدا وهضمته هضما شديدا ولم أعلم أحد، صرت عالما. فهذه الصفة قد حصلت لك ولكنك لم تعلم أحدا. المصلدية فضائل، والفضائل تثبت لموصوفها وإن لم يتعدى أثرها للغير، بخلاف الفواضل لا تثبت لموصوفها حتى يتعدى أثرها للغير، كصفة الكرم. أنا إيه اللي ضرني إن حضرتك كريم يعني؟ لما أذهب إلى بيتك وتأتي لي بأنواع مختلفة من الشراب ومن المطعومات ومن وأنا أتناول هذا وبعد ذلك أخذ معي شنطة ممتلئة
بما لديك من المنزل، عند ذلك تكون كليم. يبقى لا يثبت لك وصف الكرم حتى يتعدى أثر الكرم إلى مكرم. حضرتك دخلت ما ينفعش أقول لك إن أنت كريم إلا لما يصدر منك الكرم. طب العلم، لا ينفع أقول إن أنت عالم وإن لم تعلم أحد. وجدنا علماء عصرنا في حياتنا ونحن صغار، علماء كبار جدا ولا يعلمون أحد، وطلبنا منهم أن نتعلم وأن نقرأ عليه ولم يقوموا بتعليم أحد. هل هذا يعني ينفي عنه وصف العالمية؟ لا، هو عالم. فالعلم من قبيل الفضائل، لأنه لا يتوقف في ثبوته على تعدي أثره للغير، بخلاف الكرم، لا تكون كريما حتى يظهر أثرك في الآخرين. أخش عندك آكل وأشرب وأنام ثلاثة أيام وأنا مروح أخذ معايا شلة للعيال، تقول لي بقى يبقى كده ما فيش حد هيتصل بالكرم إلى يوم القيامة. يبقى تعلقه بالفضائل والفواضل سيان. فأنت تقول مثلا محمد كريم لأنه قد أكرم الأمة بأن علمها مراد ربها، وبأنه أعطاها من المعارف ما لم تأخذه أمة قبل أمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب يبقى ده ثناء ولا من ثناء؟ وثناء على الجميل اختياري ولا لا؟ وعلى قصد التعظيم ولا لا؟ ومتعلق بالفواضل ولا لا؟ يبقى ده عنوانه ايه؟ حمد. تقول يعني محمد عالم، طيب لانه تعلم وثبت له وصف العالمية، وان لم يعلم عالم لأنه درس دراسة أكاديمية وفهم فهما عميقا، وتفضل تثني عليه. الثناء ده اسمه ايه؟ اسمه حمد، لكنه حمد تعلق بالفضائل لا بالفواضل. يبقى ده الحمد يا مشايخ. الحمد لغة وعرفا، عرفا مقابلة يا مشايخ لكلمة محذوفة معطوفة عليها، لأنه قال والحمد أي لغة وعرفة، يبقى عرفة معطوفة على إيه؟ معطوفة على مقدر، وهو والحمد لغة. شفت بقى القراءة ديت؟ ما فيش حد يقرأك كتاب غاية المأمون بمثل هذه الطريقة، أتحداك، لا في مصر ولا بره ولا جوه ولا أي حد. وهذا إنما هو من قبيل التحدث بنعمة الله. أنت حضرت أديك أو بتحضر بقى، أنت عاشق لفن أصول الفقه، أنت ما بتحبش حاجة في حياتك بعد ولادك وأمك وأبيك مثل أصول الفقه. حصل ولا ما حصلش؟ أنت أنا كنت كده وأنا صغير أعشق هذه المادة عشق شديد وإلى الآن أحبها حبا يعني عظيمة، ولذلك إذا قرأت فيها ما قرأت ما أشبع منها أبدا. وكان لي زمان قراءة طويلة في البحر المحيط، أستمتع بقراءة البحر المحيط للزركشي وما فيه من أقوال وذكر للآراء الأصولية وتشنيف المسامع وشروح جمع الجوامع. فأصول الفقه فن عظيم، ولكن القراءة بهذه الطريقة تعلمناها من شيخنا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حفظه للإسلام والمسلمين رب العالمين. وعرفا، عرفا منصوب على إيه؟ على نزع الخاص أو على الحال أو على التمييز، كإعرابات متعددة. يبقى في العرفي والعرف والاصطلاح متساويان. يبقى متساويان، يبقى العلاقة بين معنى هذا ومعنى هذا التساوي، الاثنين زي بعض، العرف هو الاصطلاح والاصطلاح هو العرف.
وهو اللفظ المستعمل في معنى غير لغوي. قال هو اللفظ المستعمل في معنى غير لغوي. طب لو كان اللفظ مستعمل في معنى لغوي مش هيبقى عرفا، ده هيبقى لغة. فاهمين كده؟ يبقى العرف هو ايه والاصطلاح هو ايه؟ لفظة مستعملة في غير معناها اللغوي، سواء كان هذا المعنى مجازي او كان حقيقي، كما هو الواقع بين ايدينا. فعل يعني سواء كان باللسان او بالقلب او بالجوارح. خلي بالك، فعل يعني ايه؟ الآلة التي تصدر الحمد. الآلة التي تصدر الحمد اللي هو مولي الحمد، يعني ما نشأ منه الحمد. فعل ينبئ من الإنباء وهو الإخبار. يبقى هذا الفعل أنبأ يعني أخبرنا، دلنا، أشعرنا عن تعظيم المنعم. يعني هذا الفعل أخبرنا وأشعرنا ودلنا على تعظيم الذي حصل منه الإنعام لكونه، أي بسبب كونه منعما. ولكن الجملة كلها على بعض تساوي المصدر، يعني لإنعامه. يبقى ينبئ عن تعظيم المنعم لإنعامه، أي بسبب أنه منعم، بسبب أنه معطي للحامد أو لغير الحامد. يعني مثلا نقول السلطان فلان الفلاني رجل كريم. بلك خير الناس وخير المؤمنين السلطان رجل كريم، يبقى ده حمد عرفي ولا لا؟ ده هو ذكر باللسان. واخبر حضرتك أنبأنا عن إجلال هذا الرجل لأنه قد أنعم، وليس علينا، ولكن سيكون أنعم على غيرنا بالإعطاء وكذا 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 وكذا. يبقى عند ذكره يبقى ده ايه؟ ده حمد اهو. ليه؟ الاصل ده فعل، وفعل باللسان، وانبأ هذا عن تعظيمه واجلاله وتوقيره بسبب انه قد انعم على غير الحامد. طب لما يديك انت وتقول ده رجل كريم ورجل صالح ورجل ورجل ورجل، يبقى ايضا فعل لساني ينبئ عن تعظيم هذا المنعم من أجل أنه قد أنعم عليك. يبقى أنعم عليك، أنعم على غيرك، إذا ذكرته بالتعظيم والتبجيل في مقابلة ذلك كان ذلك حمدا. بس حمد إيه؟ حمد عرفي منعما على الحامل، يعني على الشخص الذي صدر منه الحمد أو غيره، أي غير الحامد، يعني غير من صدر منه الحمد، سواء كان الذي أنعمه له علاقة بمن أنعم عليه أو ليس له علاقة بمن أنعم عليه. يعني جاني أخونا خيري وقال لي جاري فلان الفلاني قد يعني أعطاني هذا الكتاب هدية، وهو غاية الاختصار للإمام العز بن عبد السلام. فقلت له هذا الرجل رجل صالح ورجل طيب ورجل كذا وكذا، وعددت ما في هذا الرجل مما يعني صفات وخصال عظيمة. ده يتسمى ايه؟ يتسمى حمد. لكنني بينه هذا الذي يعني أنعم عليه وبيني صلة، أو لم يكن بيني وبينه صلة. تيجي أخونا نجم يقول له والله ده واحد وانا معرفوش اعطاني كذا وكذا وكذا، فاقول له جزاه الله خير وهو كذا وكذا، بس ما فيش بيني وبين المعطى ايه؟
علاقة. يبقى سواء كان له خصوصية بالحامد كولده، يبقى الولد هو اللي ذكر المعطي بخير وصديقي، أم ليس له خصوصية، واحد غريب، واحد غريب بالحامد، ما فيش علاقة ما بين الحامد وما بين هذا الشخص. أنه شخص، الشخص الذي أنعم عليه، يبقى الحامد ومن أنعم عليه. قال سواء أكان باللسان، اللي هو إيه؟ اللي هو هذا الفعل المنبئ، سواء حصل باللسان أم اعتقادا أم حصل في قلب هذا الشخص، يعني سواء حصل بلسان الحامل أو حصل في قلب الحامل. أول ما الشيخ خيري قال لي ده فلان الفلاني إداني غاية الاختصار، وقع في قلبي تعظيم هذا الرجل واعتقاد صلاحه واعتقاد أنه كريم، يبقى ده في الاعتقاد أهو. أو محبة، أول ما قال لي ده فلان الفلاني قد أعطاني هذا الكتاب أحببت هذا المعطي، يبقى ده فعل قلب، يبقى ده حمد عرفي ولا مش حمد؟ حمد عرفي. لكن عطف المحبة على الاعتقاد كما يقولون عطف مغاير، لأن المعطوف يغاير المعطوف عليه وبالعكس، لأن ممكن أنا أعتقد عظم هذا الرجل ولكن لا أحبه، وممكن أحبه لإعطائه ولكنني لا أعتقد تعظيمه. يبقى شفت إيه؟ الاثنين مختلفين، ولذلك العلاقة بينهم علاقة إليها مولانا التغاير لا التراب. أما حبة بالجنان، الجنان اللي هو القلب، أما حبة بالقلب يعني أما حبة واقعة في القلب، لأن القلب ده إيه؟ ده وعاء للمحبة. أم عملا وخدمة بالأركان، الله، وعطف خدمة على العمل كما يقولون عطف ترادف، لأن خدمة يعني إيه؟ قال لي ده فلان الفلاني أعطاني كتاب غاية الاختصار، فأنا وجدت هذا الرجل المعطي يحمل أشياء ثقيلة فذهبت وحملتها معه. خدمته ولا ما خدمتوش؟ ساعدته أم لا؟ لكنني ساعدته كما أعطى الكتاب لهذا الشخص، أو هو أعطاني كتاب أو وصلني فرحت يعني مساعده وشايل مع الحاجة، يبقى ده إيه؟ لا ده خدمة، أهو ده مساعدة، والمساعدة دي صدر مني يعني على سبيل التعظيم لأنه قد أنعم علي قبل ذلك وقد عاونني وهو إلى آخره. وخدمة بالأركان، بالأركان جمع ركن وهي الأعضاء والجوارح، إما بالإيد إما بالرجل، مش بالرجل يعني بضربه بالرجل ومش بالإيد يعني بضربه بالإيد، لا انتبهوا. فما أريد، يعني إذا أردت أن تعرف العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى العرفي فأقول لك. يبقى الفاء إيه يا أخوانا؟ فاء الفصيحة التي تفصح عن شرط مقدر. طيب قال فما أريد اللغوي، يعني الآلة التي نشأ منها وحصل منها ووقع منها الحمد اللغوي هو اللسان وحده، هو اللسان، اللسان اللي هي ايه؟ اللي هي آلة النطق، ومتعلقه يعم النعمة وغيرها، يكون في مقابلة النعم وغير النعم.
ممكن احمدك على علمك مع ان علمك لم يتعدى الى الغيب، ممكن احمدك على كرمك مع ان كرمك تعدى الى الغيب، في مقابلة نعمة تعدت الى الغير او في مقابلة نعمة لم تتعدى الى الغير. ولذلك انت تحمد على الجميل الاختياري. طب في مقابلة ايش؟ في مقابلة النعمة او غير النعمة؟ لانه قد يكون على غير نعمة. والقلم متعلق يعم النعمة وغيرها. وما مورد العرفي يعم اللسان وغيره؟ بما يكون باللسان، بالقلب، بالأعضاء، سواء الجارحة المعروفة أو أي جارحة. يمكن ربنا سبحانه وتعالى يخلق النطق في يدك وتحمد وتثني، فيبقى لو حمدت وأثنت يبقى حمد ولا حمد، لأن مش المقصود باللسان يعني الجارحة المعروفة، وإنما المراد بها آلة النطق. فإذا حصل النطق في غير اللسان المعروف كاليد والقدم فكان ذلك حمدا أيضا. يوم تشهد عليهم أيديهم وألسنتهم وأرجلهم بما كانوا يفعلون. هتشهد تقول إيه؟ هتتكلم. سيخلق الله سبحانه وتعالى في يدك النطق، وفي قدمك النطق، وفي أعضائك النطق، وتتكلم وتشهد. فالمراد باللسان هنا في التعريف اللي هو الثناء باللسان يعني آلة النطق. يعم اللسان اللي هي آلة النطق وغيره. يبقى مورد الحمد العرفي يعني الآلة التي تصدر الحمد العرفي اللسان، القلب، والأعضاء. فتقول العرفي أعم موردا. موردا يعني إيه؟ يعني ورودا، حصولا، صدورا، لأنه يشمل اللسان وغير اللسان، يحصل باللسان ويحصل بالقلب ويحصل بالأركان والأعضاء، ومتعلقه النعمة فقط. يبقى هو في مقابلة نعمة لا يكون في مقابلة غيرها. فاللغوي أعم. أعم من جهة إيه؟ اللغوي أعم باعتبار أنه يكون بإزاء النعمة وبإزاء غيرها. قال فاللغوي أعم باعتبار المتعلق. يبقى تقول إيه؟ أعم متعلقا، لأنه يتعلق بالنعم ويتعلق بغيرها، لأنه يكون في مقابلة نعمة وفي مقابلة غيرها. وأخص من جهة إيه؟ من جهة الآلة التي يحصل بها، أقل من الآلة التي يحصل بها العرفي. والعرفي بالعكس أعم موردا، لأنه بيحصل بالقلب، بيحصل باللسان، بيحصل بالأركان. يبقى عم موردا وأخص متعلقا، لأنه لا يكون إلا بإزاء النعمة. إذا تم العلم سهل يا أولاد. والشكر لغة يعني في اللغة هو الحمد عرفا مساو له، هو هو. إلا أنك عندما تقول الشكر تقول فعل ينبئ عن تعظيم الشاكر، فتغير المنعم بالشاكر، لأننا سنتكلم على الشكر لكونه منعما على الشاكر وغيره. شوفها في موازاة، لأنه أنعم أعطى، يبقى هو متعلق هو بنعمة، لكن يعتبر فيه كونه منعما على الشاكر. هتغيره بالشاكر وهيبقى ايه؟ لكونه انعم على الشاكر فقط مش على غيره. فتقول الشكر عرفا فعل ينبئ عن تعظيم المنعم لكونه منعما على الشاكر فقط.
لا ما فيش غيور، لكن يعتبر في كونه منعما على الشاكر فقط. لكن الحمد الشاكر الحامد وغير الحامد. طب والشكر عرفا؟ يعني الشكر في العرف. والشكر يا اخواننا ضد الايه؟ ضد الكفر. شكر ضدها ايه؟ ضدها كفر. قال والشكر عرفا صرف العبد جميع ما انعم الله به عليه من السمع وغيره الى ما خلق لاجله. يعني ايه صرف؟ زي كده كده بتصرف؟ لا، صرف العبد، صرف دي مصدر والعبد ده ايه؟ مضاف اليه. وجميع بقى تعرفوها ايه يا اخوانا؟ صح، مفعول، مفعول المصدر اللي هو صرف العبد جميعا. ويبقى صرف ده من إضافة المصدر إلى إيه؟ إلى فاعله. يبقى يصرف العبد جميعا يعني كل ما أنعم الله به عليه، يعني الحواس والآلات التي أنعم الله بها على العبد إذا وضعها العبد لخدمة الرب كانت شكرا. فإذا استعمل العين فيما يرضي الله كالنظر في المخلوقات والتوصل إلى بارئها وخالقها كان ذلك شكرا. وإذا استعمل السمع في أن يسمع كتاب الله وأن يسمع ما أحل الله وأن يسمع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك شكرا. وإذا لم تسر قدمه إلا في طاعة ولم تسعى إلا في إعانة فيكون هذا شكرا. يبقى استعمال العبد الأعضاء والمعاني فيما طلبه الشارع من صلاة وزكاة وإلى آخر ذلك يسمى شكرا. يبقى صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه أي على العبد من السمع وإلى آخره إلى ما خلق لأجله. الله، اللهم اجعلنا من الشاكرين. ايه بقى الفرق ما بين الشاكر والشكور؟ قالوا الشكور مش ما عندنا الكلام ده، يعني ما بقولش خواطر زي خواطر الشيخ الشعراوي، يعني لا، احنا بنقول حاجة قريناها وسمعناها وتعلمناها. قالوا الشكور هو الذي ينفق كل آلاته في وقت واحد في طاعة الله، والشاكر هو الذي ينفق بعضها في طاعة الله. فإذا نظر في المصحف وسمع وتأمل بعقله وخشع بقلبه وسرت قدمه إلى المسجد ويده تحمل كتاب الله كان شاكرا. البصر منفق في النظر في كتاب الله وكتاب الله العباد. السمع بيسمع ما يتلوه اللسان، واللسان يتحرك، والقدم تسير إلى طاعة الله، واليد تحمل كتاب الله. إذا ده شكر، عارف لو عملت كده انت كده ايه؟ تبقى شكور. انه كان عبدا شكورا. شكورا يعني ايه؟ يعني كله كده لله. انفق نفسه بآلاتها ومعانيها وأعضائها في خدمة المولى الكريم سبحانه وتعالى. كلام ده كله في الحواشي. والمدح لغة، بس احنا بنقول كده ليه يا مولانا؟ لا سمع دولك بس من نفسه فيها يا مولانا الشيخ الشعراوي. لا، ما هو الناس المرضى اللي هيسمعوا كتير. انت بتتعامل مع الموجود ده مرء، دي ناس طيبين وناس لطيف، في ناس مش لطيفة هتسمعك وهتشوفك بعد كده. لا، كل اللي احنا بنقوله يا اخوانا ايه؟ ما سامعينه من مشايخنا وايه ما احنا نقلينه من الكفر. امال احنا بنعمل ايه؟ بنحاول نوصل لكم المعلومة بس. ونسأل الله سبحانه وتعالى القبول على هذا.
أما نحن لا بتوع اجتهادات ولا بتوع فتوحات ولا بتوع مش عارف إيه ولا إيه ولا إيه. والمدح لغة الثناء باللسان على الجميل مطلقا، يعني سواء كان جميلا اختياريا أو كان جميلا غير اختياري، على جهة التعظيم، على جهة هي التعظيم. اختار الإمام الزمخشري ترادف المدح والحمد لغة، قال المدح والحمد في اللغة واحد، لأنه شرط في المدح كونه شرط في المدح كونه اختياري. قال لا، ما هو المدح زي الحمد بالضبط، لأنه اشترط في المدح أن يكون اختياريا، يعني أن يكون في مقابلة يعني الاختيار. فأنا لما أقول اللؤلؤة رائعة الجمال فائقة البريق، ده يبقى إيه؟ ده مدح. ليه؟ قال لأن الممدوح اللي هو حسنها وإلى آخره، هذا الحسن ليس اختياريا وإنما هو يعني أمر اضطراري، هو اللي حسنها ده منها، حسنها ده اختياري تستطيع ان هي ان احنا نعمله، لا، هذا بخلق الله سبحانه وتعالى، وخلق الله غير مقدور لك وليس اختياري لك. عندما تقول يعني فلان الفلاني ده طويل القامة، ده مدح. ليه؟ اهو اثنيت عليه لانه طويل، والطول صفة ليست بيدي وإنما خلق هكذا، يبقى الثناء باللسان على الجميل مطلقا. طب هذا فلان الفلاني يعني كريم وكذا وكذا، يبقى ده إيه؟ يبقى مدح لغة، لأن الثناء باللسان على الجميل مطلق، يشمل الاختيار ويشمل الاضطرار، بس احنا بنمثل بالجميل الاختياري بالافعال الاختياريه، وبنمثل بالجميل القهري بالاشياء غير الاختياريه التي لا تدخل تحت طاقتك ولا ارادتك كالطول. يقول لك يا سلام، حمره وجه هذا الرجل رائعه، انها حمره تجذب الانظار، انها حمره تفعل كذا وكذا، يعني الحمره دي بيدك. على خلاف مثلا عندما ترى مثلا يعني امرأة تضع مكياجا فتمدحها على وضع المكياج، يبقى ده جميل. ايه ده؟ اختيار، لان هي اللي ملعبكة وشها هي التي وضعت البوهية في وجهها، اللي سميها بوهية مثل هذه البوهية البوهية بتاعت الحيطان. ايه ده يعني؟ مش دوت اقرار منك على جواز وضعها؟ لا، اعرف في فرق ما بين التمثيل وبيان الحكم الشرعي. ايوه الاحسن، انت عارف في قلوبهم مرض، يقول لك فلان الفلاني انه يبيح للمراه ان تضع مكياجا شديدا وتلفت الانظار وتفعل كذا، وان هذا المثال مثال يدعو الى النظر الى النساء والى هتك المحرمات كده. والله في عقليه كده، عقليه السلفيين كده. طب ده تمثيل بس عشان ابين لك الفرق بين الاختياري وبين الاضطراري، وإن الاضطراري والاختياري كلاهما إذا ذكر بخير منك إنما يكون ذلك على سبيل المدح، وقد يكون هذا ممدوح عندك وغير ممدوح عند الله سبحانه وتعالى. في فرق يا أخي، افهم الأشياء وبعد كده نحكم على الأشياء بقى بالإيجاب، نحكم على الأشياء بالسلب بالحرمة بالبدعة بيبي دي قضية تانية، ولكننا هنا نفهم المصطلحات والمعاني، هنا نفهم الحقائق، هم مش عايزين نفهم الحقائق، بس هنفهم الحقائق إن شاء الله يلاقوش، ونحن لهم بالمرصاد. وعرفا يبقى مقابلة لإيه؟ معطوفة على لغة، ما واقعة على الفعل وغيره،
يبقى شيء سواء كان فعلي أو غير فعلي يدل هذا الشيء على اختصاص الممدوح على أن الممدوح قد حاز هذه الفضائل. فضائل جمع إيه؟ جمع فضيلة، وهي ضد النقائص، جمع نقيصة. يبقى الإتيان بما يدل على أن هذا الممدوح قد اختص من بين سائر جنسه بهذه الأنواع من المحامد، بهذه الأنواع من الثناءات والإطراءات، والذم الذي هو ضد المدح، نقيض الحمد، نقيض يعني إيه؟ يعني مخالف له، مش النقيض بالمعنى المنطق، لا، ده النقيض بالمعنى اللغوي، مطلق المخالف، الذي هو نقيض الحمد. والذم لغة ذكر عيوب الغير، الذم لغة ذكر عيوب الغير. أقول لك والله ده لسانه طويل، ده قصير، ده بخيل، وعرفا معطوف على ايه؟ على لغة. الاتيان بما يشعر التحقير، لأن بقول لك المدح عرفا الاتيان بنوع من الفضائل تشعر بأنها خاصة بهذا الرجل فقط، يبقى ضد الايه؟ ضد الذم، أن تأتي بما يشعر وبما يدل على نوع من التحقير. إنه لا يفهم، إنه يفهم بطريقة ملتوية، إنه كذا وإنه كذا وإنه كذا، يبقى كل ده ذم. وسواء كان باللسان، يعني وسواء حصل باللسان أو حصل بغيره. طيب، قال: والكفران نقيض الشكر. يبقى كفر ضد شكر، شكرت ضدها ايه؟ كفرت. والكفران انكار النعمة، زي كفران طلبة العلم، تعلم طالب العلم وتفهمه ويحضر عليك كتاب او يحضر عليك جزء من الكتاب، فما اذا يعني الله سبحانه وتعالى انعم عليه وجلس يقرئ الناس صار لا يعرف لك معروفا ولا ينكر لك منكرا، وده ما يعني شيء ما يعني غير ما محبوب لله سبحانه وتعالى. قال: والكفران ضد الشكر، لان الشكر ايه؟ الشكر انفاق. يعني ايه انفاق؟ يعني اظهار للنعمه. ربنا سبحانه وتعالى اعطاك البصر فانفقت البصر في طاعته، يبقى انت كده اظهرت، ما اخفتش النعمه، وضعتها فيما بعدت لاجله. قال: والهجو نقيض المدح، لان الهجو معناه انك تذكر مساوئ وتذكر يعني الاوصاف الذميمه في الطرف الاخر، نقيض المدح. طيب، هنقف عند الهجو، وربنا يعني ما يزقوش بحد يهجوكم. هجاه يهجو وقع فيه بالشعر وسبه، يبقى هجاه يهجو يعني ايه؟ يعني وقع فيه بالشعر وسبه وعابه. والاسم الهجاء، وهجوت القرآن هجوا تعلمته، ويتعدى إلى ثاني بالتضعيف: هجيت الصبي القرآن، يعني علمت الصبي القرآن. هذا آخر يعني إيه؟
ما وصلنا إليه الآن، نسأل المولى الكريم سبحانه وتعالى أن يفهمنا وأن يعلمنا وأن يفتح علينا فتوح العارفين.